حابة أعرف أكتر عن فكرة الدرجات وفكرة اللخبطة اللي حصلت على آخر شهر دي للناس اللي ولادهم داخلين الدراسة، مش عارفين هم ياخدوا مواد إيه، مش عارفين الدرجات هتتحسب إزاي. فخلينا نعرف أكتر من خلال أستاذ ياسر سليم، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء الخير يا أستاذ ألفت، وتحياتي لحضرتك وأستاذ المشاهدين. تحياتي لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. النهاردة بس خلينا نأكد على إن الوزارة أكدت إن لا صحة لتأجيل الدراسة. طبعا بالنسبة للوزارة أكدت إن الدراسة إن شاء الله هتبدأ يوم 21 بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة واللغات، وهتبدأ من يوم 8 إن شاء الله بالنسبة للمدارس الدولية. فبشكل دوت طبعا إشاعات كتيرة جدا هتظهر خلال الفترة اللي جاية بالنسبة للعملية التعليمية، ولكن بنقول لا، الوزارة بتأكد إن شاء الله ما فيش أي تأجيل والدراسة معانا. تمام، خليني كمان على توزيعات الدرجات وإزاي هتتم يا أستاذ ياسر. اولا بنأكد ان شعار وزاره التربيه والتعليم السنه دي ان شاء الله هو عوده الطلاب للمدارس وتحقيق عمليه الانضباط، سواء كان انضباط سلوكي او التزام الطالب بانه لازم يحضر المدرسه عشان خاطر يستفيد من المدرسين. اللي اعلنه النهارده وزاره التربيه والتعليم بالنسبه لتوزيع الدرجات الخاصه بالصف الاول الثانوي والثاني الثانوي. طبعا بالنسبه للدرجات ببساطه شديده جدا احنا بنقول ان اولادنا هيكون عندهم اختبار اول واختبار ثاني. يعني في الترم الاول عندنا اختبار شهر اكتوبر، عندنا اختبار شهر نوفمبر، وعندنا امتحان نص السنه. طب بالنسبه للدرجات هتكون اجمالي درجات الشهر الاول، الطالب اولا هيمتحن في منهج شهر اكتوبر بس باجمالي درجات 15% من اجمالي درجات الماده. يعني لو قلنا بس يعني 15% دي هتضاف لنتيجه نصف العام. ايوه يا فندم، يعني هنا دلوقتي بالنسبه للدرجات لو قلنا مثلا ماده اللغه العربيه من 60 درجه، فهنا عندي اختبار الشهر الاول الطلاب هيمتحنوا في منهج الشهر الاولاني بس. هياخدوا الاختبار دوت من 9 درجات. يعني انا كده على نصف العام مش هاخد من شهر اكتوبر، مش هاخد من منهج حاجه من شهر اكتوبر، امتحنته وخلاص؟ هوضح لحضرتك يا فندم، بالنسبه لشهر اكتوبر اولا في منهج اكتوبر فقط. طب بالنسبه لشهر نوفمبر في منهج نوفمبر فقط. تمام. طب بالنسبه لنص السنه لا، هيمتحن كل على ما تم دراسته خلال فصل الدراسي الاول. يبقى هنا بس اختبار الشهر فقط بس هو اللي في المحتوى. انا بس ضمنت 15% من النتيجه. 15% من النتيجه بيتجمع درجه الشهر الاول زائد درجه الشهر الثاني زائد نص السنه، 15% زائد 15% زائد 30%. انت عارف ده عظيم في ايه؟ ان ده فعلا اللي هيساعد رجوع الاولاد للمدرسه. فكره اعمال، يعني اعمال السنه او هنسميها زي ما نسميها، فكره ان انا عندي درجات محسوبه هاخدها بعد كده، دي هتشجع الطالب انه يحترم حتى الامتحانات الشهريه الموجوده. طبعا ده انا بضم بصوت وصوت حضرتك انه ال 100%، يعني لو قلنا مثلا دلوقتي 60 درجه الخاصه باللغه العربيه دي تشكل 100% من الدرجه. فانا عندي 60% من الدرجات متوزعه على اختبار شهر اكتوبر، اختبار شهر نوفمبر، زائد اختبار الترم الاولاني. 40% دول يعني من اعمال السنه. اتحددت بالنسبه لتوزيع الدرجات درجات السلوك والمواظبه، ان الطالب يحضر ويلتزم بالحضور، يلتزم بالسلوكيات الايجابيه في المجتمع المدرسي، دي عليها 10% من الدرجات. طيب بالنسبه للطالب اللي بيستمر في الحضور باستمرار اهو، ده هيضمن 15% من الدرجات اللي جايه، اللي هي خطه تشكيل الحصه. الو اي فندم، بسمع حضرتك، اتفضل. بقول لحضرتك بالنسبه ل 15% من الدرجات دول هيبقوا خاصين بكشكول الحصه وكشكول الواجب. يعني الطالب اللي بيحضر باستمرار، اللي بيسجل ورا المستر بتاعه بالنسبه للبيانات او بالنسبه للشرح اللي خاص بالحصه، وبيلتزم بيعمل الواجبات، ده ضمن 15% من الدرجات. بجانب انه في تقييم اسبوعي بيحصل على ما تم دراسته خلال الاسبوع، وده عليه 15%. فبالشكل دوت 40% من اعمال السنه اعتقد ان هم مش سيف او صوت على في ايد المدرس على الطالب، بقدر ما هم مضمونين بالنسبه للطالب. انا عايز اقول لك انا كنت من الطلبه اللي هم عندهم المدرس عنده السلطه دي، يعني انا فاكره ده كويس. ده كان بيعمل كذا حاجه، ممكن ليهم حاجات سلبيه لكن ليهم ايجابيات كتير يا استاذ ياسر. كان فكره طيب احترام، احترام المدرسه، التواجد المدرسه، فكره الالتزام بالقوانين، فكره ان انا عارف ان انا عندي مكان لازم اكون متواجد فيه وبحترمه طول الوقت. بالضبط. ده شيء عظيم جدا. احنا كده بنرسخ في اولادنا القيمه ديت عشان خاطر لما يكبر ان شاء الله في مستقبله ويتعاملوا مع بلده بشكل عام يحترم قوانين الدوله، يحترم قوانين المؤسسه اللي بيعمل فيها بعد كده. صحيح، بالعكس انا شايفه ان ده لو تم يعني هنرفع القبعه لوزير التربيه والتعليم. طيب ولو ما تمش يا استاذ ياسر نعمل ايه بقى؟
بص يا فندم، ان شاء الله تعالى باذن الله يتم. احنا بنقول كل الدعم لوزاره التربيه والتعليم في قراراتها اللي هي هتكون لصالح الطالب، هتكون لصالح ولي الامر، هيخفف كتير جدا على فكره من الاعباء على الطالب ومن الاعباء على ولي الامر. عايزين ندعم وزاره التربيه والتعليم في قراراتها، وعايزين نشوف التجربه ان شاء الله تعالى باذن الله هتمشي ازاي وهتنجح باذن الله. يا رب. في تجديد. انا بتمنى صدقني في تجديد يا فندم، في يعني مش عايز اقول لحضرتك يكون في متابعه صارمه من المديريات ومن الادارات التعليميه ومن الوزاره نفسها على استقرار العمليه التعليميه، وان شاء الله هتكون الثلاث سنوات القادمه دي بالنسبه الاولى وثانيه وثالثه سنه وان شاء الله فارقه في حياتهم، وربنا يوفقهم لكل خير ونشوفهم متميزين متفوقين ونقدمهم لبلدنا كده شباب جميل وشباب محترم. شكرا استاذ ياسر سليمه الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، بشكر حضرتك جدا، ساعدوا البلد ان التجربه دي تصلح او تعدي او تنفع، يعني لان فكره وجود طالب ملتزم، فكره وجود طالب يعي ويحترم قوانين، وان انا اصحى الساعه كذا وانزل مدرستي واقف في طابوري وحي عالمي وكل الاجراءات اللي تبان ثقيله لكن هي بتطلع رجاله، بتطلع اشخاص منتميين ومنضبطين. فكره منضبطين دي مهمه جدا، ولما بقى يجي لنا حد مدرس يستغل هذه السلطات بشكل غير صحيح عشان يبقى في دروس خصوصيه، وان كنت شايفه ان في برضو محاربه للدروس الخصوصيه، هيبقى لولي الامور في تدخل، هيبقى في وقفه من اداره المدرسه. فخلينا يعني في ظهر اولادنا ان هم يطلعوا شخصي. انا عارفه ان قاعده في البيت لطيفه وان احنا ما نصحاش بدري ونودي مدرسه، بس فكره ان انا يبقى عندي انسان سوي ومتعلم صح ده شيء يستحق ان احنا كاسره نعمل علشانه حاجات كتيره.